اسمع يا جدعان، انت التاكسي ده بتاعي. ايه مكتوب باسمك؟ انا اللي وصلت له الاول. انا اللي شاورت له الاول كمان. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، على فين العزم ان شاء الله؟ احنا مش مع بعض يا اسطى. رايحين فين؟ انا رايحه الانفوش. وانا رايح بابا عشرة. خلاص سكتكم واحده، اوصلكم انتوا الاثنين وامر الله. انا اللي امري لله. انتوا الاثنين امركم لله وانا لام ده عيالي يعني؟ يلا يا عم يلا خلص يابا انت، انا صبحت بوتش مين النهارده. السلام يا ابله. يلا يا عربجه. بتقول ايه يا رنفله؟ مش انت سوق. صباح الفل يا سواد، معلش ننام مع بعضينا كده الناس اللي الشغلات. ها سيب الشغل الله يخليك. انت بتشيلي منهم كمان؟ ايه دول؟ كده كويس قوي. ايه هو اللي كويس قوي؟ ده الراجل اللي مشواره نص مشوارك دفع 5 جنيه. طب دول 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص وبتتمتعي فيها قوي؟ الله، طالما مش حد يصرف بتركبوا تاكسيات ليه؟ ما ترمل الدنيا وبدورين. انت بتبلدم في وشي تقول ايه؟ انا بتكلم على الترمه بدورين وقريبك. خلاص روح روح الله يسهل لك. لو ليه بتضرب البوكس؟ انا سبحت بوش مين النهارده؟ يا رب على الجشع. طب بتشاوري بقى شوفي مين هيقفلك بقى. انت تاني يا فتاح يا علي مرزاق يا كريم يا رب على الصبح. افتح الشنطه يا اسطى. معاك فلوس الاول. هديك اللي انت عايزه بس يلا. ما تشوف اخرتها معاك وما تشوف. هات بالراحه على الشنطه. حاضر. يعني بتدفعي قوي. انت فاكراني يا حسيبي؟ انا مش هسمح لك تحرضني على الغلط. انا برضه. خش في عيب. خش اخرس. انا اشرف منك. مش كفايه ان انا ما رضيتش افضحك قدام امك؟ في حاجه مزمزل؟ الله ده هو. انت مبيته معاك من امبارح؟ لا ما انا لازم نفهم ايه الحكايه بالظبط بقى. اطلع على اول اسمي قبلك يا اسطى. لو جدع ده عمل لك اي حاجه محتاجه ما تخليك في حالك. هتعمل لي فيها بورم؟ قالت لك اطلع على الاسم. تطلع على الاسم طوالي من غير كلام. يلا كملها بالستر يا رب. مش على طول الاسم اهو. وده اسم؟ ده نقطه. ايوه صحيح. ما تشوف لنا اسم غير. عايزين اسم عليه القيمه كده. الله، يعني اعمل لك ايه؟ انا عامله على ايدي. بقول لك ايه، تيجي اوديك المحافظه ولا اوديك المديريه احسن؟ انت بتتلمض ليه؟ ما تخليك في حالك. انا اطلع ما تشوف اخرتها. اسم تاني اهو. هو مش على مستوى الحدث. ايوه يا ريت تشوف لنا اسم لون تاني. لون تاني؟ عديها بخير يا رب. يعجبكم الاسم ده؟ اصل الاسم ده على الشمال، احنا عايزين واحد يكون على اليمين. لسه هنعدي بقى وشغلانه. صحيح. ويا ريت يبقى قدامه كده ميدان. ميدان ونافوره. نافوره. نافوره. طلبكم موجود. كملها بالستر يا رب. عليا الطلاق. ما في اسم احلى من كده. وانا بصراحه امي بتموت ولازم اشوفها. ده بعد اذنكم يعني. اتفضلوا. ده لا لا انا اللي هدفع. طيب. ايه طيب دي؟ انت بتتلككي؟ مش دافع. ان شاء الله عنك ما دفعت. يا لهوي يا لهوي يا نهار اسود. كيسي ده مني مش لاقيها. كيس الفلوس. لا معلش بقى، شغل اللبط ده مش هينفع معايا. معلش انا هدفع. ايه ده يا باشا؟ ايه 5 جنيه؟ يا عم بقول لك امي بتموت وبتاع. 5 اقل من 10 جنيه مش هاخد. لا تعالى خدهم في الاسم بقى. حلوه حلوه ال 5 جنيه حلوه. انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ والله العظيم يا باشا انا افتكرتهم يا باشا. بس سعادتك برضه ليك هيبه يعني. بعدين يا باشا انا بركب ناس ياما قوي. افتكر مين ولا مين؟ نازل اكل عيش ولا نازل اجيب لكم بطايق الناس يا باشا؟ تصدق ان انا كده افتكرت يا باشا؟ انا افتكرت كويس قوي بالاماره الجدع المحلو ده والست اللي معاه المليانه الصفيفه دي. عارفه انا وديتهم بحري. فين في بحري؟ مش بقول لسعادتك ان انت ليك هيبه يا باشا.
انا هفتكر بحر يا باشا، دي بحر كبيره قوي، ناس رايحه بحري وجايه من بحري، وانا بعدين الدنيا بقت صعبه قوي يا باشا، الواحد بيفتكر بالتيله. انا كده هزعل. ليه كده يا باشمهندسين؟ دي عليها صوت يا جدعان. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ شطار على التاكسي؟ لا معلش بقى، انا اتهوت معاكم قوي، ده احنا عفاريت، واللي ليه شوف حاجه الميدان بره واسع وفارس لفارس. وانت الواحد ما تفكش معاكم بكلمتين ولا ايه؟ هتتكلم يا انا ولا خليهم يرموا لك العربيه في البحر وانت جواها؟ يا اخي انت بسم الله ما شاء الله عليك هيبه. بحر يا باش بحر، خد لما اخذ الفلوس دي وانا هقول على كل حاجه. قلة ادب، مش عايز الا الشنط، الشنط دي برقبتي برقبتي. وانتوا بياكلوك عشان تضربوني انا يا جدعان؟ بقول لك برقبتي، اضربني برقبتي. طلع النبى مولانا، ايه الحماس ده؟ هو جهاد؟ هي ليله سودا الاتنين دول، انا بتشائم منهم من زمان قوي عشان تبقوا عارفين. عايزين الشنط، خدوا الشنط، كل واحد شنطه، انت اربعه والشنط اربعه. اي بص يا مولانا، خد المحفظه بتاعتك، بلاش بلاش عشان فيها صوره امي، محدش يجي لكم في حاجه وحشه. سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. ها من هناك يا رب خدني بقى يا جدعان، يا جدعان ده لما ماتت وبعت التاكسي وسبت اسكندريه خالص جايين ورايا طنطا. ايه ده؟ ورا العربيه دي بسرعه يا اخي. سبحان الله انت ليك هيبه، بس عشان خاطر وحياه ابوك ما تزعل، اوعى تزعل. ده اللي يا مستودع اللي احنا بنعيشها دي يا رب. طول عمري كنت فاكرة ان السرقة حاجة صعبة خالص. مش اسهل من التدريس بذمتك؟ استنى، ما تفتحش الشنطة دلوقت، انا هنضفها بس. ده الباسبور وتذكرة الطيارة. يا حرام، يبقى نزيه مش هيعرف يسافر. واخد ايه معايا؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدعان اللي بيعملها ده؟ مالكش دعوه، ادوس بنزين. حاضر يا عم، اهم حاجه انت ما تزعلش. ليه في ايه؟ بصل وثوم، ملوخيه، مش وتعالى. ايه ده يا عم انت ده؟ بخيت، انت غيرت الكاسيت بتاعك؟ دي مش عربيتي. العربية اللي ورانا خبطت فينا. زمانهم خدوا نمرتنا. ما ياخدوها، هي عربيتنا. يلا يلا اطلعي، بعدين بقى نشوف حكايه العربيه دي ايه. حاضر. باشمهندس اوعى تكون زعلت، والنبي والله العظيم هو اللي غلطان واقف مره واحده. اقول لك على حاجه، ورحبت امي هاجر استراليا. انا زعلت؟ طب بلاش استراليا، كندا، كندا. طلب استراليا مضايقاكم.